الأعزاء، أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من المرموم وميدانه نحييكم لنبعث لكم بأجمل وأطيب التحيات، لنرصد لكم وقائع منافسات هذه الانطلاقة التي تحمل عنوانا من عناوين التحدي والإثارة هنا. هذا هو الشوط الثاني، شوط مخصص للحول الذلل المهجنات الأصايل ومسافتها هي 8 كيلومترات. إذن ابتدأت هذه المسيرة وانطلقت هذه النجوم هنا في هذا الميدان لأجد من تحتل المركز الأول. هذه تعرفونها جميعكم، إنها قمرية. من أعلنت عن حضورها ومن عبرت عن تواجدها دائما من خلال مشاركاتها بعشقها للمركز الأول، يستثيرها المركز الأول وتستثيره بجمالها. ها هي الجميلة تحتل المركز الأول، قمرية لهجن العاصفة، يضمر قمرية حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثاني أجد هنا الخفيفة، من تحتل المركز الثاني وتنطلق بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ويضمر الخفيفة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز الثالث محطة تأتي على ثالث محطات هذا الشوط، محطة لي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها سالم بن هيان العامري. أما المركز الرابع تتقدم فيه الظبي لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم، ويضمرها سعيد بن سالم الجنيبي. في المركز الخامس أجد هنا الدخول من الشكلة، تحتل المركز الخامس الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها خليفة بالصقعة. أما المركز السادس فأجد من تحتل المركز السادس، هملولة بدأت تنطلق، سلالة غنية عن التعريف. هملولة غيرت بدورها الآن وانتقلت إلى المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ويضمرها السيد محمد بن سعيد بن مروشد. انتقل إلى المركز السادس لأجد لمحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ومحمد بن مسهر بالقوبة هو من يتولى عملية تضميرها. وفي المركز السابع تتدخل غزلان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويضمرها أيضا مسري بالعرطي الحميري. النقلة والانتقال على المركز الثامن لأجد التدخل من قبل العنود اللي تدخلت وانطلقت في آفاق المركز الثامن لهجن العاصفة، ويضمر العنود حمد بن راشد بن غدير. المركز التاسع فيه الشاهينية، تعود ملكية الشاهينية لهجن الرئاسة، ويضمرها سعيد بن دري الفلاحي. أما المركز العاشر فأجد فيه جواهر، تختتم ندائي لهذه الجواهر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها علي الحاج. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أينما كنتم لأعود لأجد التغيير، التغيير الذي طرأ على هذا الشوط، وبالتالي الخفيفة غيرت وانتقلت إلى المركز الأول وتريد أن تسير على مسار رفيعة. ها هي الخفيفة الآن تحتل المركز الأول وتنطلق لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان، ويضمرها الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. تسللت تسلل واضح وانطلقت إلى المركز الأول، ولكن قمرية هي من تحتل المركز الثاني، وهي أحد أبرز الأسماء القوية المرشحة لانتزاع ناموس هذا الشوط. شوفوا الخفيفة على المركز الأول، وها هي قمرية تحتل مركز الوصافة وتنطلق من جديد، تريد العودة مجددا إلى موقعها الصحيح، إلى موقعها اللي كانت عليه سابقا. ها هي قمرية تحتل ثاني المراكز لهجن العاصفة، ويضمرها حمد بن راشد بن غدير الكتبي واثق المضمرين. المركز الثالث أجد هنا الدخول على محطة، والدخول والتسلل على المركز الثالث من قبل الظبي لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم، والمضمر هو سعيد بن سالم الجنيبي. وفي المركز الرابع محطة الآن تحتل المركز الرابع، ومشيكة محطة من وقود الأصالة وأيضا من وقود هذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد
محمد بن راشد آل مكتوم، ويضمرها سالم بن هيان العامري. المركز الخامس، شوفوا الدخول من قبل لمحة، لمحة الآن ولمحة سريعة عليها، غيرت وانتقلت لمحة بدورها إلى المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم ومحمد بن مسفر بالقوبع في التضمير. أجد العنود الآن تتدخل إلى المركز الخامس، العنود وانتصفت. المسافة أمامنا مشاهدين الكرام، ويبدو بأن العنود قادمة، العنود لهجن العاصفة ويضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي وهملولة. هملولة أيضا بدورها تنتقل إلى المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن سعيد بن مروشد في ضمر هملولة. وفي المركز السابع عجد غزلان والواصلة، والاثنتان تعود ملكيتهن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها أحد فطاحلة المضمرين مسري بن سالم بن عرطي الحميري. انتقل إلى المركز التاسع لأجد نشوة الآن بدأت تنتشي في شوط يضم قمرية وغيرها من الأسماء. الآن نشوة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ينتقل شعاره على ظهر نشوة إلى المركز التاسع، بينما المضمر هو عتيق بن سالم بالعرطي. المركز العاشر أجد هنا تواقة بدأت تتوق بنفسها وتتوق مشاعرها إلى المقدمة، تدخلت الآن في أول إذاعة لإسمها إلى المركز العاشر لهجن العاصفة، ويضمر تواقة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. هذه نتيجتنا للمراكز العشرة الأوائل، وأعود إلى صراع المقدمة. هناك ما بين الخفيفة وقمرية، الخفيفة تحتل المركز الأول وانطلاقتها انطلاقة قوية، وهي على الميدان خفيفة ولكنها تحمل اسما ثقيلا وتحمل شعارا أثقل. ها هي الآن تقود المسار وتتحكم بوجهة هذا الشوط، الخفيفة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان، ويضمرها أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما قمرية يا سلام قمرية تحتل المركز الثاني وعليها الرقم واحد، وتطمح إلى أن تكون الرقم واحد في هذا الشوط مثل ما عودتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على عروضها القوية وعلى أدائها الجذاب. ها هي الآن تحتل المركز الثاني وتنطلق قمرية بشعار هجن العاصفة، والمضمر هو حمد بن راشد بن غدير الكتبي. منافسة ما بين الجنتلمان وما بين الواثق على افتكاك صدارة هذا الشوط. أجد المركز الثالث، وهنا أيضا هجوم يتشكل في المجموعة الثانية، لأن المجموعة الأولى تضم فقط اسمين، تضم الخفيفة وأيضا قمرية. المركز الثالث ومن تقود المجموعة الثانية، الواصلة وصلت الواصلة في المركز الثالث، وانطلقت بالطموحات الكبيرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ويضمرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أما المركز الرابع العنود معانده، العنود ولكن أرى التغيير من غزلان اختطفت الآن المركز الرابع وتسللت لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وأيضا المضمر هو مسري بن سالم بالعرط الحمير اللي يتقدم مع الواصلة وغزلان. محطة الآن بدأت تقترب من محط الأنظار، محطة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها سالم بن هيان العامري. ولكن شوفوا المنافسة هناك، وخلوني أعود إلى المقدمة مع الخفيفة وقمرية، قمرية والخفيفة، وحوار يدور هناك على الناموس من بداية الانطلاق، والحديث جامع بين هاتين المميزتين على الصدارة. يا سلام الخفيفة وقمرية، قمرية والخفيفة في منافسة حادة على المركز الأول، الصدارة ما زالت مع
الخفيفة، وما زال الجنتلمان طامح لتحقيق النقطة الثانية على التوالي في ميدان المرموم في الميدان الذكي. إذا الخفيفة تسير على مسار رفيعة وتحتل المركز الأول، ولكن قمرية ها هي الآن في المركز الثاني تراقب الخفيفة وتحتل مركز الوصافة. ووصلنا عند لوحة الإعلان كما يصدح بصوته عبد الرحمن أمين، 1200، والخفيفة على المركز الأول، قمرية على المركز الثاني. الله الله، شوف الخفيفة ما زالت على المركز الأول، لن ترضخ ولن تستسلم لضغوطات قمرية التي تحتل المركز الثاني وتشن هجومها الطاغي على المركز الأول. ولكن الخفيفة ما زالت في المركز الأول، ما زالت صامدة، ما زالت على منوالها وموالها، تعزف أجمل المواويل، لا سيما وأنها هنا تغرد مع المركز الأول. بدأت تتحرك الآن، بدأت الخفيفة أصدر عليها التوجيهات، أطلقها هنا بصايغ أحمد بن خلفان المزروعي إلى المركز الأول. ولكن قمرية بدأت الآن تزيد من سرعتها وأعلنت ودقت ناقوس الخطر، خطر خطر خطر، قمرية قادمة في المركز الثاني الآن. ولكن الخفيفة على المركز الأول، سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان هنا مع المركز الأول ينتزع. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا الشعار الناموس الثاني على التوالي بعد أن أطلق الرفيعة في الشوط الأول الخاص بذل المحليات الأصايل مع الرفيعة. ها هي الخفيفة الآن تنتزع النقطة الثانية على التوالي لتزف التهاني والتبريكات، ونزفها نحن بدورنا إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان، وإلى المضمر الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وها هي الخفيفة تقترب من خط النهاية ليحتضنها بحب تهانينا. والناموس المركز الثاني جاءت في قمرية لهجن العاصفة، والمركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع محطة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس كان مع نشوة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز السادس وبقية المراكز عند لجنة خط النهاية. نعود إلى التوقيت الزمني لحظة الوصول للخفيفة التي انتزعت ناموس هذا الشوط، توقيتها الزمني 12 دقيقة 44 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان، وللمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على فوزه وانتزاعه للناموس والمركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني كان من نصيب قمرية، وقطعت قمرية مسافة 8 كيلومترات في زمن مقداره 12 دقيقة 49 ثانية وتسعا من الأجزاء. تهانينا لهجن العاصفة وللمضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثالث فكان مع هملولة، وهملولة قطعت أيضا بدورها مسافة السباق في 12 دقيقة و52 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني للمضمر محمد بن سعيد بن مروشد. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا